صانع الفرحة المغربية، الرجل الذي وثقنا فيه منذ البداية وفي قدراته، رجل يستحق كل الاحترام، سعيد شيبا ابن البلد المميز. اسمح لي واحد بوس الراس. سعيد اليوم أظهرتم مرة أخرى لأنكم كبار وغتقعدوا ديما كبار. الحمد لله، الوليدات يعني تستحقوا تحية كبيرة منا، لأنه يعني النضج الكبير اللي بينوا عليه اليوم. كنا عارفين الصعوبة ديال المباراة، وفي هذا السن هذه صعيب أنهم يلتزموا بواحد لو بلون دو جو يعني قاسي عليهم. هو كلشي والله، إلا هو كلشي. فصعيب عليهم يلتزموا يعني لفترة طويلة مع أن بلون دو جو. كنا عارفين أنه بدنيا المباراة غتعطينا واحد الساعة صعيبة، يعني 60 دقيقة ولا أقل. نوعا ما كان علينا الصمود ونبقاو منظمين، وعارفين أنه ابتداء من 55-60 دقيقة غادي نقدروا نحصلوا على الامكانيات ديالنا ولي بوسيبيليتي. حصل الحظ يعني الامكانيات جات بشكل مبكر، لانه في نهايه الشوط الثاني سيطرنا تقريبا على المجريات ديال المباراه بالامتلاك بالوصول. مره اخرى ما قدرناش نقتلوا المباراه وتسجلنا هدف. واليوم اكتشفنا ايضا، رغم اننا اكتشفنا يعني في مسابقات اخرى، ميزه كبيره ديال هذه المجموعه وهي القوه الذهنيه بالنسبه لهذا السن، هذا 16-17 سنه نرجع اليوم يعني مديمة. لا، والقدره على ان الصمود يعني والتزام بالتنظيم رغم الخساره رغم ضيق الوقت. فالاصرار ديالهم اليوم شيء يعني ترفع له القبه، وتنباركوا الجميع. المغاربه يستحقوا يعني ايضا هذا الفوز، ويستحقوا اللاعبين والعائلات ديالهم. تنهنيوا الجميع ان شاء الله. يعني ابتسامه فينا يا سعيد؟ ابتسامه كاينه الحمد لله، لانه مالوروزمون حنا الضغط كان كبير اليوم. لا، الضغط موجود، ولكن الضغط خصنا نتحملوه حنا. حاولنا انه ما يكونش على اللاعبين، لذلك شاهدناهم يعني متحررين. فالواجب ديالنا والاجر اللي تنتقاضاه تيستلزم علينا اننا ناخذوا الاشياء الخايبه في كره القدم، كل ما هو انتقادات خاويه، كل ما هو ضغوطات، كل ما هو كلام فارغ، وتنحاولوا هما نابارنيهم، نخليهم خارج هذه البوتقه، ونبوستيو شويه لا كونفيونس زياده على الامكانيات الفنيه اللي عندهم. فهذا جزء من المهنه، ما تنخافوش منه، لانه تنديروا مهنه صعيبه شويه، مهنه وتنشتغلوا في مجال ديال كره القدم للاسف للجميع تيفهم فيه. فخصك تتحمل هذا الجزء من السيء من المهنه باش تكون تستحق ايضا هذه الفترات ديال الفرح ايضا ان شاء الله. المباراه المقبله امام مالي رحله متواصله والثقه تتزايد. بالفعل يعني نفس التوجه ونفس الافكار، بخصم ايضا غيكون مختلف بامكانيات مختلفه تحضيرات مختلفه ودائما بوجه يعني مختلف. فنتمنى ان شاء الله ان الوليدات يرتاحوا في هذه الثلاثه ايام بشكل جيد، وان نكونوا موفقين ايضا في الاختيارات ديال المباراه الجايه، وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. يعني الف مبروك سعيد، بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. كان معنا الناخب الوطني السيد سعيد شيبا. منتشي سعيد، فرحة كبرى اليوم، الدور الربع النهائي والمسيرة تتواصل هنا في إندونيسيا.